بداية باسم الحكومة المحلية لمحافظة نينوى وبحضور السيد النائب وعد القدو، هذا الاجتماع صار على غرار قيام مجموعة من الخريجين التربويين بالمطالبة بالتعيينات حسب ما ذكروا أسوة بالمحافظات الأخرى. احنا ابتداء احنا محافظة مستقرة فيها أمن وأمان، فيها انضباطية عالية باحترام القانون والنظام. موضوع التظاهرات الغير مبررة بصراحة احنا ما نريد نكون يعني أدوات حقيقية بأدوات بيد جهات بعيدة عن القانون، ولكن مع هذا نعتقد اعتقاد حقيقي بأن الخريجين والخريجات في محافظة نينوى خاصة الخريجين القدامى لهم حق مكتسب على الحكومة، سواء الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية، لأن الخريجين وذول الطلبة تعبوا على نفسهم وأهاليهم تعبوا عليهم وحصلوا شهادات، بالتالي يتحتم علينا أن نجد فرص عمل لهم. إحنا 17,000 درجة اللي ضمن الموازنة الثلاثية المخصصة لمحافظة نينوى ارتئينا أنه نأجلها إلى حين تشكيل المجلس، حتى المجلس هو المعني بوضع خارطة الطريق لهذه الدرجات، سواء كيفية التوزيع أو المعايير اللي لدينا معايير ضمن قانون الموازنة، ولكن في ترشيح الأعداد أو التوزيع على الدوائر. الحاجة الكبيرة في محافظة نينوى اللي بها فجوة كبيرة هو قطاع التربية. لدينا أكثر من 32,000 درجة وظيفية شاغرة بين معلم ومدرس وتدريسي، والعجز الأكبر يكمن في مناطق غرب نينوى خاصة المناطق النائية. اليوم الأخوان الشباب الخريجين اليوم للمرة الثانية تظاهروا أمام مبنى المحافظة من أجل المطالبة بحقوقهم أسوة بمحافظة النجف ومحافظة بغداد. حق التظاهر حق مشروع مكفل بموجب الدستور، ولكن احنا ما نريد نزرع فجوات هي غير موجودة، لأن اليوم الوضع الأمني والتعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطن كبير جدا. مع هذا حتى نثبت أنه احنا قريبين من المواطن، قريبين من كل فئات المجتمع خاصة الشباب. الشباب هم العماد الحقيقي لبناء المستقبل ورفض المرافق العامة والخاصة بالطاقات الخلابة، ودائما نينوى متميزة بالكفاءات الموجودة. اليوم عقدنا اجتماع في مبنى محافظة نينوى برئاسة السيد المحافظ وأعضاء مجلس محافظة وعضو مجلس النواب العراقي مع رابطة الخريجين التربويين، وكانت نتائج الاجتماع رفع كتاب إلى مجلس الوزراء من قبل محافظة نينوى بعدد الخريجين التربويين للسنوات الثلاثة السابقة، وإن شاء الله الموفقية للجميع، وإن شاء الله احنا ويا السيد المحافظ راح نتابع موضوعهم. يعني الأعداد تتراوح بين 1200 إلى 1400-500 تقريبا، وده يشتغلون حاليا على أعداد داخل مبنى المحافظة نفسهم الرابطة مع التربوية.